مرحبا واهلا وسهلا فيكم. نحن اليوم بلشنا بحلقات جديده، هو التحدي بيني وبين مرضي. هيدي التحدي كل يوم في حلقه. هلا اليوم كل واحد اللي حينقي اختيار، يعني انا اللي حنقي اختيار، هي اللي حتنقي اختيار. اذا تعبير وجهه بينوا انه هي هيك تاثرت بتكون خسري، واللي بضاين هو بكون ربح. هلا اذا اليوم تعبير وجهه بينت مأثر كمان انت بتخسر 100%. بس نحن رح نقول لكم شغله، اليوم في 200,000، يعني اللي بيربح رح ياخذ 200,000. هي بكل صراحه كل يوم في تحديات. بعدين بعد فتره رح ندخل الاولاد بحلقات كثير مهضومه معنا، مشان الولد الصغير يحضر وكل العالم تحضر. هيدا برنامج اسمه تحدي، صفحه جديده رح تكون على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، ولا حتكون موجودة بكل الصفحات. نلعب ونتسلى نحن وياكم. تعرفوا ليش؟ لنسليكم. فينا نبلش؟ يلا طيب. نتحدى التحدي. نقي اختيار انت وانا بنقي اختيار على الهواء. اوكي، شو الاختيار؟ بلشي انت. بدك تاكل حامض؟ ايه. بدون ملح؟ ايه. حامض بير بلا يعني ملح حامض. بلا شيء؟ ايه. بدون ما تتأثر ويبين على تعابير وجهك انك تأثرت وهيك حمضت. اوكي، هيدا اول تحدي في بلش. حط الحامضة هون، هيدي الحامضة صارت موجودة هون، انا رح اكل الحامضة، بس اترقبوا انا شو بدي اعمل فيها. انطرونا. ما بقى تصغرهم كبار، بدهم يكونوا اوكي كبار هالقد. ممنوع يبين عليك ولا تعابير وجهك وعيونك، تخسر ولا انك محمض. إذا بدمع عيونك بتخسر. لعفوها. بدك تاكلها كلها. يا رب يخسر يا رب. كلها؟ كلها، إيه ممنوع، بدك تاكلها كلها. كلها بدي أكلها؟ إيه، يلا كل الثانية. ممنوع يبين على عيونك. لازم أكلها مثل ما هي؟ ممنوع تقصها. ممنوع يبين عليك انك ما هيك محمد وتعمل تعابير، ممنوع تخسر. عادي عادي. لهلا عادي. بعد في عندي هاي. ايه صح؟ فيك تاكلها؟ انطرونا شو بدي اعمل فيها. فيك تاكلها؟ ها؟ طيب لنشوف. لعيونك. يلا اكل. رح اكلها. رح اكلها. انت عليك اكل. اوكي. بعد لهلا انا ما حمضت. يلا. علي علي فرجين وجهك. ممنوع يبين عليك. ايه ممنوع. فرجينا عيونك دمعه؟ لا. خلص التحدي يا كبير. انا بعتبر حالي اول تحدي انا ربحته. اول تحدي انا ربحته. هلا التحدي اللي حأمرها فيه لها كثير شيء حلو. انا ما رح اقلها الكبيره او رح اقلها بتجيبي توم واربع حصوص بدها تاكلهم ارمشهم بدمها. اربع حصوص توم بدها تقشرهم وتاكلهم ارمشهم. هيدا اول تحدي. ما في مجال، كل يوم رح تنطرون. اربعه؟ اربع حصوص. انا طعمتك وحده مثل ما هي. انت طعمتيني حامضه، انا هلا بدي افرج الجمهور كيف اربع حصوص توم. لا مش عادل، مش عادل، لا مش عادل. نحن اتفقنا اربع حكم حكم. الحكم حكم والتحدي تحدي. يمكن تحطهم بلقمه وحده وتبلعهم، ويمكن حص حص تاكلهم. ما عندي مشكله، خلينا نبلش. يا الله مش عارفه كيف بدي اكل اربع حصوص التوم. بلكي استفرختهم. ولا مره مجربتها، ولا مره مجربتها. انت طعميتيني حامضه وانا مطعميكي اربع حصوص. تفضل. من هلا حبق امصارين يا جماعه. يلا يا عم شو بدي اعمل؟ يلا بدي ارمشهم ولا ابلعهم؟ لا بدك ترمشيهم. لا 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 في ابلعهم. لا انا قلت لك. لا انا ما قلت لك انه انت ارمشهم. انت فيك تقولي لي، انت فيك تقولي لا ما بلعت ارمشهم. مش تحدي هيك. لا يلا 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 يلا. طب خليني ابلعها. لا بدك ترمشيهم. ببلعه وبشرب مي. لا ممنوع. لا هيك يلا 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 يلا. أرمشة؟ يلا بالله ريحة التوم. يلا يلا أرمشة. بدي اسمع. لا لا فرجي العالم، فرجي العالم، فرجي لك تعبير وجهك. أنا ربحت.
ربح لكل شاهدين. ما خلصت. اوكي. عاد امشي. عشت القصة. اتركت. بس لا تسمع صوت من الارمشة. سمعين الارمشة لو سمحت. خسرت ولا لا؟ مثل ما شفتوا هيدا التحدي كان اليوم، وشفتوا تعابير وجهه. الله ترقبوه بتحدي، بدي موته، بدي جيب له الجلطة. اليوم انا خسرت وهو ربح. اعطينا ال 200,000 لو سمحتي. هو ربح. لا اعطينا ال 200,000. اوكي؟ ايه. بس هو شو حاعمل فيه؟ اعطينا ال 200,000. اليوم انا ربحت، بكره تحدي جديد، وحياتكم لكيعة. لرب النسوان فيها. لرب الأرض. بكره شوفوا. بكره قولوا مريم قالت. كونوا كتار واحضروني وخليكم معي. ثانك يو لإلك. هو. ميرسي كثير لإلك. ثانك يو إلك. ميرسي على انا فرجيك يا حسن.